حياكم الله أعزائنا المشاهدين إلى هذا العدد المتجدد معكم من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. بعد أن صحبناكم في الحلقة السابقة مع الشاعر الأستاذ أنس الدغيم من سوريا، وكان باكورة هذه الحلة الجديدة، ومستمرون معكم رفقة شاعر شهبائي جديد من حلب الشهباء حيث النضرة والوفاء، من هناك حيث للكلمة معنى يكتب بالدم والنار، وإن كان يحمل أيضاً نسائم الحب وآمالاً من أجل السلام. معنا اليوم الشاعر السوري الجميل عبد الرحمن أبو راس من حلب الشهباء في سوريا. حللت أهلاً ونزلت سهلاً على بيت القصيد. حياكم الله أستاذ مصطفى، شكراً لكم على هذه الاستضافة، شكراً لقناة الرافدين. بسم الله والحمد لله والصلاة على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بادئاً ذي بدء، نعم. دعني أحييكم بطريقة تزويرية، زورت بعض أبيات وأنا قادم إلى هذا الجمال. يعني تريد أن تفتتح الحلقة مباشرة بالشعر؟ شوق، تفضل. شوق إلى بيت القصيد يهيج، وفم تأرجح في الغياب لجوج، للرافدين وللعراق محبة، ولأهله مني السلام يموج. يأتونه مطرا تؤبجد مزنه من كل فج تصطفيه حجيج. الله الله. ويراعة تستاف ظل مدادها تدعو السكينة والنداء ضجيج، ينسل حرف من رميم سرابه لكنه يأبى الخروج خديج، وفؤاد شاعره يموسق ذا المدى يهوى الغناء بأصغريه مزيج، حتى ما يولد للحمام وحلمه في كل قافية إليك يعوج. الله، ما أجملك أستاذ عبد الرحمن. شكرك على هذه الأبيات التي هديتها للرافدين وللعراق ولبرنامج بيت القصيد، ونحن سعداء أيضا بتشريفك لنا مرة ثانية. ودعني أدلف مباشرة إلى هذا السؤال، أو أذهب وإياك إليه مباشرة. العراق، سوريا، مصر، بلغة أخرى بغداد، دمشق، القاهرة. هناك من يقول لن تقوم للأمة أي نهضة ثقافية ما لم تتحقق مأسسة الوعي وتوجد الثقافة الحقيقية في هذه الحضارات التاريخية الثلاث. نعم، ربما هذا له مرجعية تاريخية. أول إمبراطورية عربية انبثقت من دمشق، ثم انتقلت إلى بغداد، فالقاهرة في زمن المعز لكنها بقيت العباسية، ثم عادت إلى بغداد. نعم. ربما هذا ما هذا تفسير لطبيعة المشهد الثقافي، أن هذا هو اللازم حدوثه من أجل عودة النهضة الثقافية. واتصال الجغرافيا، واتصال اللسان، وهناك أمور أخرى وكثيرة. الآن فيما يتعلق باتصال الجغرافيا واتصال اللسان ما بين العراق وسوريا، لك أن تتحدث مشرقا ومغربا، كيفما يحلو لك؟ دمشق، بغداد. نعم. دمشق القديمة، بغداد الرشيد. عندما انتهت الأموية لم تستطع المواصلة العباسية في دمشق. نعم. فانتقلت إلى العراق لأنها توأم الشام، بل خاصرة العروبة كلها. العراق هي خاصرة، وهي السد الأول والمنيع. حينما نريد أن نتحدث عن هذا السد الأول يا أستاذ عبد الرحمن، في ظل ما تعيش المنطقة العربية اليوم من مواجع متشظية وآلام شتى نشهدها ونحن عليها من الشهود إن لم نكن جزءا منها، ما هو دور المثقف هنا من أجل إبقاء نافذة الأمل مفتوحة أمام الناس الذين يتطلعون إلى غد أفضل؟ ربما نقف قليلا عند كلمة مثقف.
نعم. وهذه الكلمة إن كان كاتبا أو صحافيا أو حتى شاعرا له أن يتمسك بهويته، إن لم يكن صوت أمته صوت الشعب صوت الإنسانية الذي هو بداخله. الإنسان يولد وأول محور يتمحور حوله هو الأنا نفسه. نعم. ذاته، ومنها ينطلق إلى العالم، فإن عرف ذاته عرف ما حوله، وبذلك أوصل رسالته إلى كل الشعوب بل إلى كل الأنفس. عن المثقف العربي كما قلت لك ودور الذي ينبغي عليه أن يقوم به من أجل إبقاء نافذة الأمل كما قلت لك مفتوحة أمام من يتطلعون إلى غد أفضل. عن هذا دعني أذهب إلى قصيدة. إلى القصيدة إذا تفضل. هكذا بدأ في الشام، بدأنا في العراق والآن نغرب إلى الشام. يسراه كأس واليمين دنان، والدهر حان والورى ندمان، والشعر خمر والمحبة كرمها، في الشام يسكب صرفها نيسان. في الشام يسكب صرفها نيسان. الله الله. والكأس في ألق الضحى ملئت بألوان المعين، وطافت الولدان، واخضر وجه الأرض إذ راقت وقد رق النسيم، وراقت الغدران، والحور تومي باللحاظ، وسحرها يسبي الخوافق ما أشار بنان. فاشرب مع الندمان نخب سفورها، واطرب فدتك معازف، وقيان بثت مع الأنسام عذب غنائها، فتمايلت سكرا به الأفنان. فروي المسامع بالسلافة ينتعش منك الفؤاد ويرتوي الشريان. أرض النبوات المبارك حولها، ما مس قدس عرينها شيطان. الله. أرض النبوات. أرض النبوات المبارك حولها، ما مس قدس عرينها شيطان. أنا وقد حكم الإله بطهرها، وبذا أقر بآيه القرآن، وأتت شهود العدل تشهد أنها بلد يقدس حبه الرحمن. فإذا أتيت ربوعها وشهدت ما صدح الأذان، ورنمت رهبان حي المرابع، ثم صل فإنها محراب حب للورى وجنان. فإذا أفضت فقبل العتبات منها، فإذا أفضت فقبل العتبات فيها، ينتظم لفؤادك الخفقان. فلأجلها خلق الهوى، ولمجدها همت الرؤوس وخرت الأذقان. فاخفض جناحك للحبيبة خاشعا، تربت يداك ونالك الإحسان. وإذا لقيت المجد فاخره، وقل أهل المحب أهل الشآم بحبها ما هانوا. أهل الشآم بحبها ما هانوا، وكذلك أهل بغداد وأهل القدس وأهل كل وطن عربي على امتداد الخريطة العربية الواحدة، لهم منا كل الحب والتقدير. وإيماننا بهذه القصيدة وما تحمله من ذكريات وما تتنبأ به من مستقبل يعضد فكرة أن الشعر ينبغي أن يكون صاحب قضية. هل تتفق معي في ذلك أستاذ عبد؟ الشاعر وصفه ميخائيل نعيمة. نعم. وصفه بالنبي، بالفيلسوف، بالكاهن. نعم. نبي لأنه يرى بعيني روحه ما لا يراه الناس. فيلسوف يؤسس لمعاني جديدة في الحياة. نعم. فهو يستنبط من كل مناحي الحياة درسا جديدا يقدمه لنا. إن لم يكن الشاعر يحمل تلك الرسالة ما بينه وبين القارئ، فإنه ليس شاعر أو ليس أديبا. أستاذ عبد الرحمن، يعني هناك من يتحدثون عن فكرة الإغراق في الحزن، الألم، الدموع، ونحن نعيشها. وعلى الجانب الآخر هناك من يقول لهم لماذا تكتبون الغزل، تكتبون بعيدا عن وجع وجرح الوطن.
هذه المسائل الخلافية أين تجد نفسك منها كصاحب رأي؟ قلت قبل قليل لك أستاذ مصطفى، الإنسان هو محور الحياة. نعم. ومن هذا المحور تنطلق الحياة، كل مناحي الحياة من الإنسان. فالإنسان يجب الاهتمام، الإنسان أن يعرف ذاته، أن ينطلق من ذاته إلى كل مناحي الحياة. فإذا لم ينطلق من ذاته ويؤدي ما في روحه، لم يسكب من روحه فيما يكتب، فلن يصل ولن يوصل الرسالة. إذن إذا كتب هذا الإنسان للحب فهو يخدم الإنسانية، إذا كتب للعدالة يخدمها، للإنسان يخدمها، للسلام يخدمها. إذا كتب من أجل طائر يطير بجناحيه ويحط على غصن شجرة فهو يخدم الإنسانية والوطن أيضا. ولا يتجزأ جزء عن جزء، إنها كلية. نعم. متكاملة، لا تنفصل أجزائها عن بعضها. ما رأيك أن نذهب إلى قصيدة أخرى؟ لك أن تقرأ أي قصيدة بين يديك، تفضل. صحائب نيسان. صحائب؟ بل سحائب. سحائب. ألست في البال والليل الذي سكن؟ بلى ولما تغب روحا ولا بدنا. ألست في البال؟ ألست في البال والليل الذي سكن؟ بلى ولما تغب روحا ولا بدنا. يا حبذا زائر أهوى سواكنه، وحبذا ساكن في النفس ما سكن. الله الله. في كل سانحة يرنو لذيذ رؤى، لم يلتفت مرة إلا إلي رنا. يا هاطل الحرف فوضاك التي نظمت، ما ثار بي خاطر في القلب أو كمنا. وافيتني خاليا حتى سريت دمي، من بعدها مقلتي لم تعرف الوسنا. الله الله. بدت رؤاك إلى عيني مذ ألفت، مفاتح البوح لا أدري لها زمنا. واستوثقت بشهي الهمس مبدية مفاتل الحسن، مفاتن الحسن والحسنى. وما فتنا باتت تغازلني ويحا لها ولها، باتت تغازلني ويحا لها ولها، أبدت مفاتنها حتى أذوب أنا. الله الله الله. أنكرتها ولكم يممت نحو مدى آفاقها طلبا علي أصيد سنا. جادت علي بما لم تبده أبدا، ملامح الأمس لي سرا ولا علنا. يا نفحة الطيب، يا نفحة الطيب، ما أحلاك في شفتي؟ بل من ذا أحالك، من ذا أحالك لي في غربتي وطنا؟ سقيا لنيسان، سقيا لنيسان ما فاضت غمائمه، سقيا لنيسان ما فاضت غمائمه من أجمل الغيث. كم حرف يشع هنا يا ناهلا من معين الضاد، مقتربا دان الزمان لنا والشعر يجمعنا. والشعر يجمعنا والأرض والطين والإنسانية تجمعنا أيضا. حديثنا الآن عن الثورة في روح الشاعر، لك أن تأخذ كامل راحتك. الثورة في روح الشاعر، مشاركا، مؤيدا، مناصرا، مؤازرا، محاميا عن الغلابة والمقهورين والكادحين والمعذبين، هل ينبغي على الشاعر أن يحمل هموم هؤلاء؟ ربما كان الشاعر في الماضي حديث البلاطات أو أصوات البلاطات، وربما كان بعض الشعراء ليس كذلك. نعم. لكنني أنا أقول إن لم يكن صوت الشاعر ثورة فربما ينقص كثيرا من شعريته وينقص كثيرا من إنسانيته. هو ينقص الكثير من شعريته وإنسانيته حال نأى بجانبه ولم يقف إلى جانب المظلومين والمعذبين وينادي بحقهم بالحرية والحياة، أليس كذلك؟ نعم. الآن سنذهب لنتابع أنا وأنت والسادة المشاهدون قصيدة لأحد الشعراء كاستراحة أدبية، بعدها نعود إلى ما تبقى في جعبتك من قصائد. موافق؟ موافق طبعا أكيد.
إذن أعزائنا المشاهدين، نخرج الآن إلى هذه القصيدة والتي اعتدنا أن نقدمها لكم ضمن فقرة قصيدة للوطن، نتابعها ومن ثم نواصل، لا تذهبوا بعيدا. لن ينتهي سفري، لن ينتهي قلقي، لأنني الزورق المنذور للغرق. فمنذ أن أشرعت عيناي ضوءهما ما عدت من أرق إلا إلى أرقي. شكرا لبوابة في القلب تدخلني غار السؤال لألقى من نبي لقي. متى وكيف وهل هذه التي نزلت علي؟ لو نزلت بالطور لم يطقي. هل البلاد هي المنفى؟ فكيف إذن يستوطن الغيم بعد البحر في الأفق؟ وأين يا أول الأشياء آخرها؟ لنمسك الخيط بين الفجر والشفق. وكيف تلبسنا أسماؤنا؟ ومتى نعرف الورد دون اللون والعبق؟ أن تعود إلى المعنى بكارته لنشهد الرعشة الأولى من الشبق. أنا ابن هذه الأحاجي، جئت أقرأها وجئت أمسح دمع الظل في الطرق. أمضي وصوت من الأعراف يجلدني كابد، وفتش عن الأسرار وأتلقي. أمضي ومبخرة الدرويش تنبئني أني إذا جزت باب الكهف لم أفقي. تشدني السكك العمياء، تلبسني صمتي وتنبذني في ألف مفترقي. هذا طريقي إلى سيناء دائرة يسير مختتمي فيها لمنطلقي. ماتت على الشاطئ الغربي قافلة من الوجوه، ودمع الواصلين بقي. إن الحقيقة كالصحراء قاسية، ليست تحادثني حتى ترى عرقي. يقول لي عمنا العطار، حكمتنا من منطق الطير لا من منطق الورق. لقبة الغيب معراجاني يا ابن أخي، أن تشرب السر، أن تنأى عن النسق. يقول لي عمر الخيام في ثقة، بغير خمرتك السوداء لا تثقي. تقول لي جبة الحلاج، يا رأى المحب جلال الله حين شقي. يقول لي عمر الخيام في ثقة، بغير خمرتك السوداء لا تثقي. تقول لي جبة الحلاج، يا ولدي رأى المحب جلال الله حين شقي. يقول لي هدهد قد عاد من سبأ، من لم يذق وحشة الأسفار لم يذقي. تقول لي آخر الآيات في صحفي، ما بين ضوئين تحلو ظلمة النفق. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، ولا نزال مستمرين معكم في رحاب هذا العدد المتجدد من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد، رفقة الشاعر السوري من حلب الشهباء عبد الرحمن أبو راس. قبل القصائد، من حلب في نفس عبد الرحمن أبو راس؟ ماذا تكون؟ حلب الوطن، حلب أنا، حلب ربما هي شيء تجذر في، كنت أنا حلب وحلب أنا. الله، ربما يعد أحدهم هذا الرد ضربا من ضروب النرجسية، أم هو نوع من أنواع الالتصاق بالأرض والتراب؟ ربما كذلك، لكن لا مكان للنرجسية في الحب ولا حديث عليها أبدا، إنما هو الالتحام والانصهار في جسد هذا الوطن الذي نحب، الذات ومسقط الرأس. إلى القصيدة الجديدة باق التي هناك. هي جزء من ذات الشاعر أيضا. باق هناك، باق هناك ولا زواج لأبصر،
يا شام كيف على فراقك أصبر؟ الله. من لي بمن عبر ولا مأوى، وكم طفل يئن وأمه تتعثر. الله الله. ما زلت أنحت في الفراغ حكايتي، وأشجر النسيان في فيثمر. تحت الركام حكاية تترى، وكم موتى يكورهم دخان أصفر. الله ما أقساها. أذار يدري ما الربيع وغيمه، ما زال من لهب الحناجر يمطر ظمأ بي الشهباء. ظمأ بي الشهباء يمم شطرها سيل سماوي المطالب. أطهر أنا إن أضعت الياسمين فمن له، أنا إن أضعت الياسمين فمن له. الحب بعدك يا دمشق مزور، ما لامست كفي البريئة مدية، لكن حرفي في المحافل خنجر. أنا ثورة في الروح بحر قصائدي حر، وصوتي للكرامة مصدر. أنا شاعر. أنا ثورة في الروح بحر قصائدي حر، وصوتي للكرامة مصدر. لماذا لم تقل وصوتي للكرامة منبر مثلا؟ لماذا جعلت صوتك مصدرا؟ ربما هذا هو ضرب من النرجسية التي تحدثت عنها قبل قليل أستاذ مصطفى. أنك أردت أن تكون المصدر. نعم المصدر، لأن المنابر متعددة، أما المصدر دائما يكون واحد. نعم، خصوصا إذا كان مرجعا. حتى ولو وإن تعددت يبقى هو أشمل. الأشمل. نعم نعم، أو ربما الأوحد. يعني الأوحد، جميل هذا الالتصاق بالشهباء ككل. لكن دعني يعني أمازحك قليلا، يقولون إن أهل حلب ربما لا يحبون كثيرا أهل دمشق أو العكس، ما مدى صحة هذه يعني خلينا نقول الأسطورة أو الطرفة أو هذا النقل، هل هو صحيح وحقيقي؟ ما أجمل هذا السؤال. تفضل. حقيقة أثلست صدري بهذا السؤال. إن الكره الموجود أو تلك المنافسة الموجودة بين الحلبيين والدمشقيين هي منافسة لا كراهية. طبعا لا كراهية، هي نعم. منافسة، ربما المنافسة تؤدي بعض الأحيان إلى ما وصفته حضرتك. نعم. لكن الحقيقة هي تلك الحلقة التي تدور لتكتمل بها الشام، حلب الشمال ودمشق الجنوب. الله. دمشق الياسمين وحلب الأصالة والتراث، حلب عاصمة الشمال ودمشق عاصمة الجنوب، حلب حاضرة الشمال والأمويين ودمشق عاصمتهم. الله الله، جميل هذا الرد المتوازن الذي من خلاله تعزز انتمائك لحلب الشهباك، مع أن يعني قلبك اتجاهه ربما كان دمشقي. لأنني مشطور النصفين، مشطور النصفين ما بين حلب ودمشق، فأنت تراوح ما بين الاثنتين المدينتين. ليس أنا أتكلم عن مدينتين هنا لا زوجتين. نعم أتكلم عن مدينتين، فأنت هنا نتحدث نحن عن هذه المدن، عن الشهباء ودمشق. الانتماء نعم. يكون انتماؤنا للآخر، وآخري أنا دمشقي. الله ولا الله. أستطيع إلا أن أكون دمشقيا. آخرك وأخيرك. نعم آخر. جميل أن أخيرك دمشقي وهو الآخر الكائن بك روحا ومشروع حياة. إلى قصيدة جديدة يا عبد الرحمن. هل اقرأ ما بين يديك؟ ما بين يديك. تفضل. إنصاف أنصاف بلا إنصاف، هي نتفة. غريب في البلاد قضيت دهرا، على أمل اللقاء أعيش عمرا. عد. غريب في البلاد قضيت دهرا، على أمل اللقاء أعيش عمرا. ولي مذ 40 لديك مثنى، بقايا من يديك وبعض ذكرى. الله. ولي مذ 40 لديك مثنى، بقايا من يديك وبعض ذكرى. شطرت العمر بينهما وبيني،
فكانت قسمة الحالين قهرا. أضعت مع اغترابك شطر روحي، وبعدي عنك ضيع منك شطرا. الله. ولم أخلد إلى منفل لأني أرى وطني ومنه لست أبرى. أرى وطني ومنه لست أبرى، أشاهد طيفه الساري فأسري وبي شوق إلى عينيك أسرى. الله الله. أشاهد طيفه الساري فأسري وبي شوق إلى عينيك أسرى، تسلل من غمام الروح يسعى يغازلني بجفن الليل سرا. يحل إزار ذاكرتي فيحلو له اللهو المباح وما تعرى. خطيئته بقلبين استحالت مثنى حين كان الحب وترا. خطيئته بقلبين استحالت مثنى حين كان الحب وترا. ماذا قلت، وتر لا وتر؟ أو أيهما أصح هنا؟ كلاهما صحيح. نعم، وهذه القصائد الصحيحة الجميلة لابد أننا سنحتاج المزيد منها في قادم الوقت والمواعيد أستاذ عبد الرحمن، لكن لابد أن نخرج إلى فاصل الآن. تفضل. إذن أعزائنا المشاهدين، دعونا نخرج وإياكم الآن إلى فاصل قصير، ومن ثم نواصل ما تبقى في عدد هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. لا تذهبوا بعيدا. يرجى من مشاهدي قناة رافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر سهيل سات وفق التردد الجديد 1730 أفقي، إضافة إلى التردد الحالي على القمر نايل سات 1280 أفقي. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين، ومستمرون معكم في هذا العدد من برنامجكم بيت القصيد رفقة الشاعر السوري بن حلب الشهباء عبد الرحمن أبو راس. عبد الرحمن، قبل الذهاب إلى نقاش يتعلق بالنقد حينما نخضعه إلى المنهجية، أو النقد حينما نخضعه إلى الذوق والانطباعية، قبل هذا دعنا نذهب إلى قصيدة جديدة. إذا نشرق بإشراق. تفضل. كحلم من مسام الليل طل تجلى، ثم في سحر تدلى تمد إلي ألفا من رؤاها، وتردف كلما ناديت هل تراءت بين أجفاني، فملي إذا مالت وقالت بي تملى. الله الله. توكأت احتمالا من سناها، تمهل يا حذاري أن تضل. ألست ابن المجاز تراك ياما، بظل إثمي تذوب أناه لولا. ألست ابني المحرم عن نعيمي، فما استثناك من كوني بإلا. ألست ابني المحرم عن نعيمي فما استثناك من كوني بإلا. أنا الروح التي منك استقلت ببعض هوى فصارت فيك كلا. فقول إذ نكتنف ظلي وكل كميل في الجفون استلى. كحلى يديك امدد وقل لي هاك كلي، أنخ عينيك واغرق بي لعل. أحل جدائل الليلاء أنكر على قيس محبته لليلى. هلم اقضي الشعائر حول صدري وطف بي إن عيني
مصلى ولذبي هيت لك جسمي سواء إذا تقضي الشرائع فيه أم لا إلى لذاتك الأحلى أحني عسى ألا بذاتك أضمحل عسى ألا بذاتك أضمحل هذا الأضمحلال الذي فيه نوع من انصهار المحب محبوبه يدلنا على الوفاء ومنها انصهار العاشق بحب أرضه وبلاده أيضا ولا شك أنك عاشق لتراب دمشق تماما كما أنك تعشق تراب الشهباء حلب. الآن دعنا نذهب إلى موضوع آخر ومختلف تماما ما بين النقد الانطباعي والنقد المنهجي ومن الذي يحق له أن يطلق على نفسه ناقدا أم أن المسألة ليست بالإطلاق وإنما لها قواعد وأسس؟ بداية النقد ليس علما وهذه حقيقة إنما يستند إلى أسس علمية فمن يغربل الناس ينخلوه كما يقول المثل من غربل الناس نخلوه البعض يتناول القطعة الأدبية أو القصيدة دون صاحبها أو يتناول صاحبها دون القطعة هنا تكمن المشكلة نعم. من لم يكن ذا أمانة ووفاء في النقد إن كان انطباعيا أو غير ذلك فلا قواعد في النقد لكل ناقد أدواته لكل ناقد ذائقته لكن هناك المنهجية في النقد أيضا وهي علم قائم بذاته الحقيقة النقد برأيي أنا ليس علما إنما يستند إلى أسس علمية ألا يمكن لرأيك أنه ليس علما أن يؤسس لفكرة فوضى النقد وفوضى الرأي هنا تكمن القضية النص النقدي هو فضاء فوق فضاء القطعة الأدبية نعم. هو إضاءات ربما علم فوق العلم فإن لم يكن الناقد محيط وذا فكر واسع نعم. ومخيلة خصبة حتى أن الناقد في القصيدة أو في القطعة الأدبية كانت ما كانت يستنبط أشياء ويرى أشياء لم يراها صاحبها نفسه نعم. النقد ليس علما هذه حقيقة النقد ليس علما إنما يستند إلى أسس علمية لكن على من أن يمسك غربال النقد أن يفرق بين صاحب القطعة والقطعة هذه الجزئية نحن متفقان عليها وربما يعني جمهور لا بأس به من السادة المشاهدين يؤيدنا أيضا فيها لكن إذا أردنا أن نتحدث نحن عن مهمة الناقد حينما يتوفر أمامه مثل هذه القصيدة مثلا هناك للأسف من جنحوا إلى أسلوب وهذا الأسلوب تحول للأسف مع الأيام إلى ظاهرة خصوصا عبر وسائل التواصل الاجتماعي فتجده يتناول نصا إما بالمديح الكامل والتام أو إما بالذم الكامل والتام أين النقد من هذا أو ذاك؟ من عهد آدم والعفاف وصية كتبت وقارئها الوحيد غبار هذه الظواهر موجودة على امتداد التاريخ وجد الأدب ووجد النقد نعم. لكن متى نسمي الناقد ناقدا؟ نعم هلا نحن اتفقنا على هذه الفكرة متى نسمي الناقد ناقدا ولكن أنا أقصد أستاذ عبد الرحمن هنا عن فكرة جوهرية الذي يمسك نصا أدبيا فإما أن يكيل له الشتائم والقدح والذم وهذا نص لا ينتمي للشعر إلى آخره مثلا أو على النقيض من تراه يمدح هنا يجب أن نسمي الأشياء بمسمياتها هذا ليس النقد هذا ليس نقدا هذا انتقادا ولا ضير يعني نعم. هذا انتقاد أنا لا بأس أن تكون ذائقتي أميل إلى شيء معين نعم. إلى أسلوب معين إلى أنا ثمة من يميل إلى الرمزية ثمة من يميل إلى الاتباعية ثمة من يميل إلى الإبداعية لا ضير في ذلك لكن يجب عليه أن يمتلك أدواته ثم يضع النص تحت مجهر خياله الناقد شاعر آخر الناقد كاتب آخر نص آخر يدور في فضاء النص الأول هناك من قال إن الناقد يشبه العامل في منجم الذي يثبت على رأسه كاشفا ضوئيا
من خلاله يصل إلى الذهب الناقد البراق. الناقد أستاذ مصطفى إن لم ينقد بفطرته وذائقته وخياله الخصب فهو ليس ناقد. النقد ليس علما، ربما يستند إلى ثقافة واسعة لكنه نعم. ليس علما، لكنه ثقافة استكناه الجمال وتتبع الإخفاقات من أجل تحذير أو لفت نظر الشار إليها حتى يتجاوزها. الناقد يكون نعم. ناقدا. كم من ناقد أضاء طريقا لشاعر أو نبه شاعرا مغرورا. نعم. الناقد يضيء على النص ويضيف له ويبرز محاسنه أو حتى يضيف عليه معاني أخرى لم يراها الناس وربما لم يراها كاتب النص نفسه. هذا حتمي. هنا أخذ مثالا أنشودة المطر للسياب. نعم. يقول في بدايتها: عيناك غابتا نخيل ساعة السحر. اختلف النقاد ماذا يريد السياب في هذه. البعض قال أنه قصد عشتار، وهناك ذهب مذهب آخر، لكن هذا هو الشعر الحقيقي. الشعر ثم تبقى يقول لك الشعر الواضح، الكلام واضح لكن لك في الإغراق والإبحار واستنباط معاني أخرى، بل واستنباط مداليل أخرى جديدة في كل مرة. الناقد يضيء لنا إضاءة جديدة ويعطينا درسا جديدا في الحياة حتى لصاحب المقطوعة. ينفصل عن ذاته حينما يريد أن يقدم رأيه العلمي والذوقي، بل ينفصل عن انفعاله الذاتي. نعم. ولا ضير في الانفعال، لكن يجب أن يكون أن يمسك غربال النقد شخص مخلص، أن ينتقد النص لا الشخص. ومن لم تعرفه فتعرف عليه، تعرف على ما يكتب. هو ما يكتب ليس هو ذلك الشخص. إلى نص جديد لكننا يعني لن نفسره ولن ننقده أو ننتقده، وإنما نريد أن نستمتع بإلقائك الجميل لنصك. أمل تكسر، لماذا يتكسر الأمل وكيف يتكسر الأمل الذي يتكسر المحسوس مثل الكوب مثلا أو الكأس؟ على فكيف للأمل أن يتكسر؟ على الدنيا السلام إن لم يتكسر الأمل ويتعمر. فنذهب إلى أمل تكسر ونستقرئ لماذا يتكسر. طبعا أنا فيما قلت يعني رميت إلى جانب من القراء أو الشعراء الذين يقولون بأن الشعر هو اللغة الواضحة ولا يميلون إلى فكرة استخدام المجازات كالجمع ما بين المعنوي والمادي، مثل هنا في المحسوس والمستشعر مثلا. أو وليل كموج البحر أرخى سدله علي بأنواع الهموم ليبتلي. أنا ذهبت إلى حندج بن حجر حتى يعني أتخذه مثالا. الليل معقول أن يكون الليل كموج البحر؟ لكنه كان أسس لمعنى جديد، استعار من صورة واقعية صورة رمزية، وهذه الصورة الرمزية ربما كثير من الحداثيين لن يستطيعوا الوصول إليها. أحسنت. إلى لم يجدي سهمي تكسر. لم يجدي سهمي والمنى أسراب، فالقنص وهم والمنال سراب، أفكلما هاج الحنين بخافق زادته باعا بالنوى الأحباب. أفكلما هاج الحنين بخافق زادته باعا بالنوى الأحباب. أفكلما هاج الحنين بخافق زادته باعا بالنوى الأحباب. صفع القنوط بمخلبيه تعثري فتمزقت عن حلمي الأثواب. صفع القنوط بمخلبيه تعثري فتمزقت عن حلمي الأثواب. وبدت نيوب اليأس ساخرة وقد شرعت تغلق دوني الأبواب. الله الله. وهما غمام الحزن يقهر بهجتي بلواعج سود الرؤى تنتاب تسري بروحي وهي تذكي لوعتي وسيولها في خاطري تنساب. شلال غم غال حلمي بالضنا حتى كساه من الونا جلباب. أواه يا حلمي الجريح بمهده هل لا دعوت فتوصل الأسباب. الله. وإذا دعوت وضاع صوتك في الفضاء وقضى القضاء ولم يجب غياب. فاندب ونح أو فابك قهرا وانتحب وعلى المدى لهفا على
من غاب. فاندب ونح أو فابك قهرا وانتحب وعلى المدى لهفا على من غاب. الله، هؤلاء الغائبون متى سيكونون في تعداد الحضور؟ ربما هم حاضرون وإلا لم استحضرتهم بالكلمات. غابوا ولكن هم حاضرون، وكم من غياب وكم ما يغيب من صور ثم تأتي. هذا أمر يتعلق بالحنين، والحنين ينخر في العظام بل في عظام الروح. هل الضحايا أكثر وفاء من الأحياء؟ سؤال قاسي. ربما يجيب المشهد الموجود في الشام، الموجود في العراق، والموجود الآن في الجزائر وفي السودان. هم أوفى لأنهم يحتضنون التراب، وربما كلاهما يحتضنهم التراب ويحتضنون التراب، ونحن بعيدون حتى عن التراب. لكننا مجازا نحضنه أيضا. أنت قلتها أستاذ مصطفى، مجازا. ألا يمكن للمجاز أن يكون مهدئا، مؤازرا، مؤنسا، مواسيا؟ هو يمكن لكنه الآن ليس حقيقة. حتى نعانق التراب ربما نجد الحقيقة. كيف نخلق هذه الحقيقة؟ كيف؟ ربما يجب علينا كل منا أن يعود إلى ذاته، وهذه العودة بالحساب والعتاب بل بالمحبة، وتلك هي القضية. باللوم؟ ربما يشوب اللوم بعض محبة، لكنه اللوم لؤم كما قال الفارد رحمة الله عليه، فاللوم لؤم ولم يمدح به أحد، وهل رأيت محبا بالغرام هجي. الله الله، حدثني مرة ثانية عن دمشق، واسمح لي أن يعني أنحاز إلى العاصمة قليلا، كما يفعل كثير. أنحاز إلى العواصم العربية، كونني يعني من بلد يعني لا يزال يدفع ثمنا باهظا. فلسطين وقدرها في دمشق، ربما ذاته في بغداد، ذاته في القاهرة، ذاته في صنعاء، ذاته في الجزائر وبقية الدول العربية، ذاته في الخرطوم أيضا. حينما نتحدث عن الروح العربية، هذه الروح التي ترفض الظلم والظلام، ألا تستحق واقعا أفضل برأيك؟ كل الإنسانية تستحق واقعا أفضل، لكن ما يجري ربما هو مخاض، ما يجري ربما هو مخاض، لكن كل الإنسانية تحتاج إلى إنسانية. وما هو دوركم كشعراء؟ الشاعر هو النبي في هذا. الشاعر هو ذلك الأستاذ الذي يأخذ بيد كل الناس نحو إضاءات جديدة، نعم، ودروس جديدة وآفاق جديدة للحياة، ليتعلموا بل يستنبط أمور تغيب عن أذهان كثير. يقول قائل من الشعراء إن الشعر أصبح أو ضرب جدار بين الشعر وبين الناس حينما أصبحت المهرجانات الشعرية تنعقد في أماكن مغلقة، ولكن قديما كان الشعر يقال أمام الناس في الفضاء الطلق، يعرفه الصغير والكبير، تذهب لأجل الاستماع المرأة العاملة، المرأة المسنة، الرجل الكبير، على اختلاف المستويات الدراسية والمعرفية لديهم. هل فعلا هناك من يسعى إلى تقزيم هذا الموروث الأدبي الذي لا نزال نحافظ عليه منذ مئات الأعوام؟ هل هناك من يسعى إلى هدمه؟ حكما موجود هذا، لكن أنا برأيي أن تلك المهرجانات أو تلك الأمسيات التي تقام أو تلك الفعاليات هي يعني خير ما يعبر على إحياء التراث، نعم، أو حتى إحياء اللغة أو حتى وجود الشعر. شعرنا العربي للأسف يعني يبست مفاصله من التكرار، تكرار استجراء. يبست مفاصله من التكرار. ربما هذا يقع في بيت لنزار قباني، لا يحضرني الآن،
لكن حقيقة يبست مفاصله من التكرار. استجرار اللغة، الإنسان هو من ابتدع اللغة، وليست اللغة من ابتدعت الإنسان. الناس أو كثير من الشعراء يتمسك بل يؤله الموروث. حتى أجدادنا الجاهليين عربوا وأدخلوا على اللغة مفاهيم وحتى مفردات ليست بعربية. نعم. وهناك الكثير نعم. من الفارسية ومن غير الفارسية عربوها وصرفوها أيضا كمان، وحضرتك تعلم الكثير. لكن نحن عكفنا على الموروث، وكثير من النقاد للأسف أو من أمسكوا بغربال النقد وهو ليس غربالا نقديا حقيقة، تمسكوا بالماضي. أهل الماضي عاشوا ماضيهم وتحدثوا عنه وخير حديث. فلنتحدث عن واقعنا أو عن واقعنا. اللغة تغيرت. نعم. رغم أن اللغة العربية ثابتة بقواعدها، رغم أنها ثابتة بمداليلها، لكن اللغة تغيرت. شاء من شاء وأبى من أبى، ولا ينكر ذلك إلا أعمى بصيرة. نعم. اللغة تغيرت، ومن يقول بأن تلك المهرجانات أو تلك التجمعات أذاب هي أحيت. نعم. هي أحيت، وهذه حقيقة. وربما أنا يحضرني الآن مهرجان الشعر العربي الأول إسطنبول. نعم. 2018 كان نقلة نوعية جميلة جديدة رائعة جدا. وكنت من المشاركين، وهو في بلاد الاغتراب. نعم. نريد أن نختم بقصيدة قصيرة الآن أستاذ عبد الرحمن. حبا ربما أقرأ لك أبياتا. تفضل. هي رثاء. تفضل. إلى والدي دمعا تريق لدى وداعك أمدما، عين وقد لاذت لفقدك بالعمى. دمعا تريق لدى وداعك أمدما، عين وقد لاذت لفقدك بالعمى. يا ليت شعري لو تفي لك دمعة، ما في الفؤاد على فراقك أو دما. يا ويح قلبي إذ أغيب كارها، ولدى حضوري إذ أرى لك مأتما. الله. يا ويحه قلب رماه ذهوله، فونى لبعدك بالحمام ومرتما. يا والدي نظمت قوافل لي بكم، لكن معناها أبى أن ينظما. وأبت سطوري أن تكون المنتهى، إذ أن روحي من يريد تكتما. لو شاء شعري أن يبوح بهاجس، مما توارى في الحروف تلعثما. سجيت أم ليل المفارق منسجا، غيبت فيه فلم تغب عني، وما غابت سجاياك التي بقيت على مر الدهور إلى سموك سلما. وما غابت سجاياك التي بقيت على مر الدهور إلى سموك سلما. الله. أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يمنحك طول العمر وتمام الصحة والسلامة والعافية. أستاذ عبد الرحمن أبو راس من سوريا حلب الشهباء، سررنا باستضافتك، بإضاءاتك، بقصائدك العذبة خفيفة الطلة. شكرا للرافدين أستاذ مصطفى، شكرا لك، وشكرا للمشاهد. نشكرك جزيل الشكر، ولعل الأيام تتسع فيما يتيح لنا أن نعيد ونكرر مثل هذا اللقاء. إن شاء الله. شكرا جزيلا. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا المساء الجميل من برنامجكم بيت القصيد. في الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شعر آخر. إلى اللقاء.